لاباس عليكم كي غاديين مع الدراري والدار وداك الشيء. المهم الناس اللي خدامين كي غاديين مع خدامكم. لا فيديو ديال اليوم ما جوبونس عمري ما درت شي فيديو بحال هكا. المهم انا يلاه ماشي طحت عليه ما تفكرتو واحد لو ماكازا ماشي ماكازا فحال سوبر مارشي في هذا ديال العرب فيه عنده الجزار والخضرايط لو جاردان دو فال ولا ماك دو فال دو جاردان جاردان دو فال جو بونس كاين في ارجنتين. قول لي كلشي عندك ملاوط ما جابت حتى شي معلومه صحيحه. دونك جو مسوي ديالاش لا غادي نمشي دابا نديكم معايا نوري لكم فنجان نوريكم فريمون كيكون عنده دي تروك زوينين زعما لي زارتيكل فحال ديال الخضرايط فحال ديال المارشي نقيه لي بري كوريكت ميم اللحم ديالو الدجاج كلشي زوين وعنده اف اي اس المهم سيرتيفي اف اي اس هذا موضوع اخر. المهم سيرتيفيكاسيون واش حلال ماشي حلال بغيت هذا بعدا سيرتيفي اف اي اس كيكون نقيت تكون كون الحيمات زوينين ايتو. جربتو دو فوا الكزار نورمال كنت كنمشي عند واحد الكزار انا في كولون فريمون زوين ايتو ولكن علاش مابقاش كنمشي لحقاش جو بريفير ملي ندير لي كورس ندير كلشي في خطره. هذا مجموعين كاملين في بلاصه وحده كنمشي كناخذ التيكي ديال لاك بالنسبه لهذا الكزار كنمشي نتقدى الخضره وكنرجع كنلقى داكشي واجد. المهم غادي نمشيو دابا وابخي نقدر الى بقى لي الوقت نقدر نمشي نضرب دويره في اكسيون شحال هادي مشيت لي ونديكم معايا. نبدا باكسيون هو الاول لقيت طريقه مرفوضه بوغ هداك جاردان دو فال دونك نبدا باكسيون نشوفو شنو كاين منوريكم شكون شي كلشي شوف ما كاينش حاجه انتريسون غير هادي. بالنسبه لي غادي تسولني اش من اكسيون هذا اكسيون ديال اوي ديال 78 تمام هو اللي قريب كاين حدايا انا نورمالمون جون فيليي اكسيون ديال جون فيليي شويه قريب وهذا كيعجبني هذا حسن مول فهد شوفوا زوينه هذه بالنسبه لي عندها لا ديكوراسيون كتحله في الدار فريمون زوينه هذه شحال دايره 49 جابوا هاد لي ميغوار ديال البيبان عاوتاني 9 يورو زوينه هادي لا جاريان دي ماشي هادي ماشي ب 49 كواكو سي هادي ب 49 وهادي بحال هاوية صغيرة هادي ب 17 والمرايات اللي كتليكم كاينة هادي ديال العود كاينة هاد الشكل هدا هادو يسعو 9 يورو كاينة هادي وحتى هي فيها جوج بلايص 90 يورو تو سكي كادر وداكشي انا خايده من هادو دايرهم في واحد لو مور وشاك فوا داك لو مور كيضربوا ليا ولدي وكيطيحوا وكيتهرسوا وكنعاود نجي كنعاود نزيد منهم واحد ديك المره قال لي حيديهم كاملين قال لي راه كانت عيانه كيبقاو يطيحوا يتهرسوا ولكن عجبوني كيفاش جاو في لو مور. المهم زوين هادو دي طوال 5 يورو هاد لي كوفر لي كيعجبوني وشاك فوا كنجي كنبغيهم في الباج ما كنلقاهمش 123 يورو دوماج طابليي خاصني حق طابليي ديما حوايجي كيتوسخو ليا واش كنبخوند هادي 3.50 يورو عرفتو انا اصلا جيت لاكسيون على قبل واحد لي زيبونج ماجيك ولا ماش كيسمهم باغ كونتخ مكتبتهم باش ممكن تيكون فهاد البلايص دوك تينفعوني الحيوطة فاش كيوسخوهم الدراري اولا هاي ها هما هادو كاينين هادو ب 1 يورو وكاينين ديال مسيو بروبر ب 2 يورو فاشمون انا كناخد غير هادو لا ولا هادو شكون هما لي كناخد لا ما عقلت بغيف غير هادو لا هادو دايرين 1 يورو 12 وديال مسيو بروبر 1 يورو 99 بداو كيحطو لا ديكوراسيون في نوال المهم كيعجبني ندوز من هادشي واخا مكندير حتى شي حاجة المهم نبقى نشوف دي كولور زوينين المهم بلا ما تهجموا في الكومنتير ما كان فيتي ما والو قلت لكم كيعجبني ندوز من هنايا شوفوا جاب هذا شحال في الاولى ولا درت له ثمن شحال شوكولا ديال نوال لي كالندري من دابا بدا هادي فين ما كنجي خصني ندي من هادي كتحيد اي طاش كانت وهادو حتى هما دابا يمكن شي خطاوني ما خد منهم واحد جوج زادو فيهم ما كان خل كانوا انا غوش على هادي ولي كلشي تزاد بقى هادو هنا بجهه ديال الكاطو كيعجبني هذا عندي ديال الكوكي كيفكرني في الحلوه ديال الكوكي ديال المغرب واخا حلو بزاف مي كيعجبني بقى عندي هو هذا هذا فيه لداخل بحال اللوز هما مبنيين هادو ما كاين شي حاجه كاين شي جديد زوين ناري هادي كون شافها ولدي درتها ليه في عيد الميلاد ديالو كان يحماق عرفتي بحال دوك لي ديستريبيتور ديال المسكه ديال لي بونبون هما دايرينهم ديال المسكه 4 يورو فرانشمون زوينين درتها في لانيفرسار كنت زوقتها بسوبر ماريو كان غير تسطا مسيفين اشنو بغيت واحد لاصوص مكيناش واحد لاصوص حارة بالنسبة لباتيفا جابو هذا انا كنت خديت واحد من لوغو ميغلا ماشي هاد لاكولوغ ف
فرونسي عليه تندخل الدار نوري لكم كيجي زوين في في تاسو دو بوا. وبغيت فحال هادي يكون لكم بغيت فحال هادي يكون كولور ان بو بلو كلير دو سوليت ناس سمشي لو ميرلا جو بونس هادو سي فري سون موان شير مي كيبانوا لا كاليتي ما زوينهش ملي كتقيسي ما نجيوش بحال الاخرين. هو هذا جاردان ديوفال راه كاين في ارجنتي كتكتبوا جاردان ديوفال كيجي لكم حتى لهنايا. عشر ديال البال بلي تليفوني في 17% وبي غنخلص وبي كنصور جيسبر غير ما يطفاش ليا سورتو بوغ الخلاص. من لا تسوي كامل هي كنجي كناخذ بعدا كيما تيكي ديال فينا باش ندير لاكوس عندك الزر وكنمشي تقداش كنرجع جون هنا 551 تما 539 دونك نقدر نمشي ندير دي بتيت كورس مره مره كرد البال. هادو كينفعوني كيعجبني بقاو عندي سورتو هادو حارين غير ليا انا وراجلي الدراري معايا كلشي هادشي مي فريمون زوينين وكينفعو شي نهار كيكونش فيك لي طيب ولا ما عندكش الوقت دغيا كنخشيو في الفران كيجيو بحال ديال كي اف سي. فريمون هاد الفرماج زوين كيعجبني فيه الثومه والربيع فيه واحد المذاق خطير كيعجبني كيجيني احسن ديال بورسان. باش كيعجبني صافي نجي ندوز عند هذوك البازارات العرب بوحدهم جون بلا كنلقى عنده اللوبيا كنلقى عنده فهمتي شي بحال جورج في لي كورس ديال لي كامل خطره كذا العدس او السي كنلقى عنده زيت العود. بغيت ناخذ الوزانيه هي اللي كتعجبني ما لقيتهاش لقيت غير هذه الحره هذه جو تخوف زيت العود غلات كوميم 11 اورو لتر جو بونس غلات ما كانش بالثمن سينو كاينه هذه ديال الوقله ديال ايطاليا ما عرفتش كيفاش دايره يمكن صورت بزاف بحال قلت لكم التليفون عندي مشكله غاتفى ليا وغبي غنخلص باسكو نسيت البسطه من فيه لاكار شوفوا الخير تبارك الله شي واش كيعجبني هذا داكشي عندهم ستة فنقي وزين كل حاجه في بلاصتها شوفوا القريعه تبارك الله شوفوا. المهم حنا نختي عزيزه لك هاد الفيديوهات هادو تيلي بقيت سراي وداكشي في مارشي ديال هنا هذا ماشي مارشي داك لي مارشي البلدي شوف هادي ديال المغرب تعجبني حيت بنينه ماشي بحال ماشي بحال هادو هذا ما كيعجبونيش ما كيجيوش بنان هاد جوج تخو تخو بون شوف شغل هذا الدنجال تبارك الله ديال الاسبان هذا هاد لي ميني كوف وشوك كناخدهم ب 4.99 شوف شحال دايرين 1.89 كنكيد منهم ولا ديك كيديرلهم بحال الشيبس هادا شوف ليا برومس هاواي برومس هاواي مع سير انا في صراع مع الزمن تليفوني دار ليا دابا 10% دونك غنحبس التصوير سينو سافا ايتخ لا كالير القيمات عندهم زوينين عندهم ديال العجل عندهم كبيدة اللي كيبا كبيدة عندهم فريما عندهم القيمات زوينين من القيم ميم الدجاج عندهم ماشي زفر تيعجبني ناخد من عندهم المهم يلاه دخلت والله فريما ندمت نمشي ندير لي كورس نهار الجمعه تلقاها عامره بزاف 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 والدنيا عامره ما يصعبش تكون بحال هكا اول مره غنديرها قلت زعما ندير الجمعه في العشيه كومسا السبت والحد بقى ليا باغا نجمع شحال من حاجه في الدار ايتو بغيت بس نوريكم هذا اللي قلت لكم هذا اللي قلت لكم ديال لو ميرلا شفتو ما كيبانش علاش ما بغيتش كنت باغا ندير تاسو دو بوا كاريمون حتى اللي سميتو في التلصاق ديالو معفاكم هذا راني صيبتو اللي صيبتو سولت واحد المعلم اونلاين قلت ليه بشحال تلصق لي غير هاد لي دو رولو تبر ماشي بزاف قال لي 120 اورو صافي انا نمشي نقلب وصيبتو راسي ما علينا هذاك لي طاسو كنت بغيت نديرهم ولكن انا باغا ندير مرايه فوق ما بين دابا غندير مرايه تشد شويه البيض وشويه هذا الا بغيت ندير مرايه فوق من هذاك الطاسو دو بوا اللي غليظ ما نعرفش نصايبها راسي دابا ولا قلت اللهم ندير هذا ما يطلع لي في راسي نحيدو ولصقت هاد جوج لعيبات هادو درا صايبتو بوحدي شفتو عند كازا عجبوني خديت هاد لها نتوما تبان لكم هاد لاموس هادي كتباع عند اكسيون وهاد ربيع عند اكسيون وهاد القرين باع حتى من عند اكسيون ولقتهم بحال هكا مثلا غندير هنا مرايا وندورها بالليد ما علينا المهم شي حالتي شوف ما كاين حتى حاجه قفلوا عليا ولكن هذا كيف قلت لكم في واحد الفيديو الا بغيتو نبقى نحط لي فيديو هكا كاسبونطاني وداكشي راه ما غاديش ما
كنت شتي الوقت باش نتقاد داكشي قبل على القلب قبل على ما وجد ان شاء الله. ما بخوش المره نحط لكم واحد الفيديو ديال 7 شهور ديال واحد صاحبتي دوز دافي الحيحه وداكشي. شنو بغيت نبارطاج معكم، ماشي صيف فيت في واحد لو كاطو كانت كديرو ماما مسكينه الله يذكرها بخير ديال 7 من الحاجه بالتفاح كيجي يا سلام وساهل. غنديرو دغيا على ما يجي ولدي من المدرسه وصافي. هذه هي لا جورني ديالي، ماشي لا جورني سورتو لا بريمي ديال الصباح كان تما. هادشي اللي كاين هاد العشيه هادي لي كورس ما كرهتش. كنت درت لكم داكشي ديال ديك العياقه ديال نوريكم لو روتور دي كورس، اش كيسمي لو روتور دي كورس واقيلا، ونوريكم الحليب كنكبو في القرايه داكشي اللي كنكتب عليكم. ما كنديرش داكشي انا، الا حيحت كندير الروز اللوبيا العدس لي بات هادو كنديرهم في بلاصتو. هذاك مازال عندي اليوم الجات ماشي الاخر ديال الثلاجه داكشي ثلاجه التمرونه اصلا خصني نغسلها وداكشي. دونك هانتوما لي كورس نحطو بور لانستون، لي كورس غيبقاو بحال هكا ديك ما نبقى حاطهم بحال هكا على ما نسيب الكاطو علاش نرجع. كيف قلت لكم ترجع عندي ترجع عادي الخضره كديرها في بلاصتها. لي كاطو عندي واحد البلاصه كنحطو فيها صافي، ما كاينش داكشي ديال نخوي من بواطا بواطا. تبع وحده في تيك توك كتقصني بضحك واحد اللبنانيه كتقول لك بعرفتش تعرفها ولا لا، كتقول لكم اجي نشوفوا الفزلكه. الفزلكه عندهم بحال قلتي العياقه ديالنا، هذوك اللي كيبقاو يديروا دوك اللانش بوكس يبقاو يقطعوا على شكل قلوبه وداكشي. ما كرهتش حتى انا كنت بحال هكا واحد الايام، ولكن مابقاش الجهد مابقاش الوقت، وليت يجري 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 يجري. قلت لكم ندخل دابا الكوزينه، الكوزينه باقا عندي ملعونه خصني نجيب الكوزينه نصيب دغيا لو كاطو نديرو في الفران ونمشي نجيب ولدي. اي فوالي فوالا هادي هي تكون لا فيديو. وكيف قلت لكم غنبقى ندير لكم دي فيديو هكا مره مره نضحكوا ونشطوا انصامبل على اش كيقولوا لها على الطبيعه بلا زواق بلا. انا حتى كيعجبني كيعجبني انني فاش ندير حاجه ندير على حق وطريقه ونوريكم داكشي زوين ومعينتك. ولكن لا اله الا الله شوف دابا هادي ديال الدوش كدير هنايا عافاكم. لا حول ولا قوه الا بالله، نمشي نصايب الكاطو يلاه مكاتبين. المهم الكاطو تقبلوا عليا ما نديرش لكم زلافه ديال الطحين بوحدها زلافه ديال السكر. انا نقول لكم المقادير وميم طون الا حيحت القدر ندير لكم ندير لكم واحد اللعيبه انا مكتوبه فيها المقادير وديروا امبريميكرو. انا باش نبقى نحط شويه ديال الطحين شويه ديال لو سوكر شويه داكشي والله كنت كندير. علاش ترجعتوا الفيديو ديالي قدام غتلقاوني كندير. دابا ما بقاش الوقت، جري 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 نخلط كلشي في الثرموميكس ونوريكم لا ريسيت. يلا شوفوا الروينه شي جبه بعدا هادي اسهل ما يكون. غادي نديروا واحد سبعه ماما كتسمى كيكه ديال سبعه المعالق ديال الطحين، ولكن تعمروهم مزيان سينو ديروا 10 ما عامريش. دابا انا غادي ناكسيليغي باش ما نبقاش. عاوتاني بنفس الطريقه فماشي نفس الطريقه، هنا غادي نقصوا شويه ماشي ما نديروش ديك المعلقات منفوخين كاع ديال السنيده. هنا سبعه المعالق ديال السنيده، ودابا غنديروا سبعه المعالق ديال الحليب وسبعه المعالق ديال الزيت. سبعه المعالقات ديال الزيت غنزيدو دابا جوج بيضات واحد فاني الا بغيتو، ما بغيتوش ديرو غير زعما ما عندكمش فاني ديال بصح ديرو سكر فاني فحالي. وهنا غنزيدو وحده خميره ديال الحلوه، هنا راه فيها 11 غرام صافي. هادو هما المقادير. هنا لقيتوني قطعت التفاح ودرت عليه شويه ديال الحامض باش يبقى هنايا لونو، وهادي غندوز نخلطها مزيان ونديرها في المول. انا كندير واحد الاضافه غادي نوريها لكم، مي راه ما كديرهاش زعما تقدروا ديروها بلاش. هنا غنجيب واحد الليمون اللي كيدخل الفران غندهنو بزبيده وندير عليه شويه ديال الطحين، ولا ديرو فيلم هذاك اللي سميتو بابي كويسون بيسون، مي انا جو بريفير نديرها ديريكتومون ندهنها مزيان بالزبده والطحين وندير الخليط ديالي. المهم انا كنخدمها بيديا بحالنا كاملين في الدار كنخدمو بيديا. انا ماشي من الناس اللي كيديروا ليغون، كاين اللي كيدير انا ما كنستحملش ليغون شي كاع. واخا تخلي لي الخرقوم مثلا كنت كنطيب شي حاجه وخلي لي الخرقوم في يديا نديرو وما نديرش ليغون صافي. من بعد ما تخلطت ليا ها هو كيفاش كتجي القوام ولا لا تيكستور ديالها، ما جاريه ما ثقيله صافي. نكبها عادي وغادي ندير فوق منها واحد لا كريم. انا غادي نجي نصايبها معاكم دابا، ولكن كيف قلت لكم راه ماشي ضروري، راه ديروها نورمالمون لاغاسيت العاديه اللي كدير ماما هي هاد الكيك بحال هكا فوق منه هذاك سميتو التفاح، تقدري تزيدي فوق منه شويه ديال السكر باش يتكاراميليزا وكتدخلو الفران. انا غنزيد واحد لا كريم ديال لاموند غنعطيكم لاغاسيت ديالها تاهي. انا فاش كندير هي ما كتجيش طالعه ماشي بحال الكيك، هي راه بحال قلتي اون طارت، ولكن لاباس ديالها شفت لاباس ديالها بحال
لا تيكستور ديال كيكون كاين ما كتجيش من فوق او داكشي. المهم انا هذه غير زياده بغيت نزيد هاد لا كريم دامون من الفوق باسكو راجلي عز عليه عز عليه ديك لا كريم دامون من الفوق مي ماما ما كانت كديرها ما والو. هذه لا غسيل ديال ثيرموميكس انا غندوزها لكم بالنسبه للناس اللي باغيين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سميتو كوكيدو بغاو يسكريني وانا حط لكم المقادير. غنحتاجو 100 غرام ديال السكر 100 غرام ديال البودره دامون ولا اللوز بودره انا ما كنديرش فيها المايس شويه ديال السكر فاني ماشي ضروري اشرا هنا داك الشراب ما كنديروش 100 غرام ديال الزبده تكون هكا ماشي لزيجه طوماط فوالا كما كنقولوا بيرمو وبيضه وحده صافي. ابخي الا ما عندكمش ثيرموميكس راه غادي سميتو ديروا عادي ديروا بسكر كلاصي بلاصه ثيرموميكس بلاصه سكر سنيده باسكو هنا عندنا سنيده واش غادي طحنها دونك نقدروا نديروا ديريكتومون 100 غرام ديال السكر كلاصي. انا كندير غير 50 باسكو هاد لي روسيت ديال كوكيدو كيجيوني حلوين بزاف. ابخي غادي نزيدو سميتو البودره ديال اللوز ونزيدو المقادير كاملين في دقه وغندوروها وها هي وجدت عندنا. باغي الا ما عندكمش ثيرموميكس خلطوا غير بايديكم ولا شي خلاط كهربائي ولا شي حاجه. وهذه راه ديروها فوق من اي غاتو كتعجبني انا كتجي زوينه. كم كنرجع لكم سكر كلاصي تقدروا تصيبوه تقدروا ديروا بسكر كلاصي بوحدكم نتوما. بعد دابا غادي نزيد واحد 100 غرام ديال بودره ديال اللوز. انا غنزيد واحد شويه ديال السكر فاني هنا غنزيد واحد 100 غرام ديال الزبده هكا طوماط نزيد واحد البيضه وحده صافي. غنطحنوا كلشي لمده واحد 35 ثانيه. دابا غادي نزيد لا كريم اللي درت معكم هي هذه ها هو كيفاش كتجي دايره فريمون هذه بنينه دايره تاكلها بحال هكا بالمعلقه. المهم انا مسوح انا كنزوق وكنهضر عند بالي داكشي كيتصور وما كيتصور ما والو فوالا. المهم كنبدا ديما انا هكا بالجوانب وغادي كنكمل الوريضه. هنا راه درت ثلاثه ديال التفاحات اللي قطعتهم صغار درت فيهم الحامض مي هذوك اللي لداخل بحال ما وصلهمش الحامض حتى اللون ديالهم كيتبدل مي سي با غاف. درت الفراني سخون وندخلها دابا بغيت بلا ما نقصد عليكم راسكم غنبقى هكا نكملها كامله وندخلها للفرن. لو كوغون ماشي لي ما لي بات بغيتي تقول لي بات لا غيني ما عندهاش لي ما عندها لي بات ولدي فوالا. من بعد ما طابت خليتها شي 20 مينوت المهم عليكم ميزانكم. انا ماما هما كتسقيها كتصيب واحد السيرو ولا بالليمون انا بغيت نسقيها ولا نخليها هكا وصافي.